ساعات السفر الطويل لم تزدني إلا شوقاً لملاقاتكم. اللبناني بعده معلق بأرضه، معلق بمنطقته. شو رح يضيف الـLDE أو شو رح يعطي اللبنانيين المقيمين بأستراليا؟ لازم ينحسد كل بلد الـLDE اللي وجدت عنده وانعملت عنده. نحن إيدال شغلتنا أن نوفر الأسس السليمة أو المعلومة الصحيحة. لبنان الواحد بيحرز انه يضل يتسجل له ويرجع له. استعملوا الـLDE، نحن رح نكون الجسر تتواصلوا مع بعض. بسطت انه شفت انه بعضهم بيحبوا لبنان. قصة اول مهاجر وصل على استراليا ما بتختلف عن قصص المهاجرين اللي وصلوا لما كان بهالعالم. سفراء الارز بتغطية لمؤتمر الطاقة الاغترابية LDE من استراليا مع هيفا شربل، الخميس الساعة 6 المساء على MTV.